يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ولكن هذا القبر ليس في اتجاه القبلة، هل تبطل الصلاة أم هي مقبولة مع الإثم؟ لا، ما تجوز الصلاة في المسجد الذي مبني على قبر متصل به، سواء من الخلف أو من الأمام أو من الجانب، ما دام القبر متصلا بالمسجد فلا تجوز في أي جهة منه. أما لو كان القبر مفصولا عن في المسجد بشارع أو بفضاء أرض فلا مانع من ذلك، لأن القبر منفصل وبعيد عن المسجد. نعم.